متى أسامح النرجسي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش رومان زريوح في فيديو خاص. نعم، اليوم سأجيب عن هذا السؤال الذي يراود كل ضحية نرجسي: هل أسامحه ومتى بالضبط؟ هذا الفيديو سوف يزيل كل شك حول هذه الشكوك التي تراودك يا أختي العزيزة، يا أخي العزيز، يا ضحايا النرجسيين والنرجسيات. في هذا الفيديو وحصريا سوف أكشف عن سؤال واحد، إذا أجاب عنه النرجسي بالإيجاب بنعم فسامحيه. تريدين معرفة هذا السؤال؟ ابقي حتى آخر هذا الفيديو. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، ولا تنسوا بطبيعة الحال الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي. قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية، فقط للتبسيط، إذا كنت رجلاً وضحية لمرأة نرجسية فما عليك سوى قلب الأدوار. كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئتي الله. أختي العزيزة، أريدك أن تنزلي الآن لخانة التعليق وأن تحكي لي عن معاناتك مع النرجسي. كيف دمر حياتك؟ كيف تلاعب بمشاعرك؟ كيف باع لك الوهم؟ وفي الحقيقة كان فقط سرابًا. كيف أنه وعدك مرارًا وتكرارًا بأنه سوف يتغير، بأنه سوف يتقي الله فيك، ولكن للأسف هذا لم يحدث. الدمار قد تواصل، العذاب قد استمر، دائرة الاستغلال النرجسي لم تنتهي. هل هذه هي حالتك؟ أخبريني في خانة التعليق. ولكن أنت دائما ما تجرين وراء هذا الحلم، هذا الأمل الذي يراودك، ألا وهو أن النرجسي سيتغير، وتحاولين أن تقنعي نفسك بأنك سوف تعودين يوما ما لفترة شهر العسل النرجسي. وهذا ما يذكرك به هذا الخبيث دائما، دائما ما يعدك بأنه سوف يعود كيفما كان، وبأن الأيام سوف ترجع من جديد، تلك الأيام الجميلة، أيام الخطوبة، الموعد الأول إلى آخره. أعرف أنك تنساقين وراء هذا الحلم، ولكن هذا الحلم لن يتحقق أبدا. بطبيعة الحال النرجسي قد ظلمك، قد عذبك، قد عنفك، قد خانك، قد سرقك إلى آخره، وأنت تتساءلين هل أسامحه، خصوصا عندما يأتي إليك يبكي دموع التماسيح. أختي العزيزة، أولا أريد أن تقتنعي بفكرة مهمة جدا، ألا وهي أن النرجسي لن يتغير أبدا لأنه غير مقتنع بأنه مخطئ. تذكري أنه يلقي ويسقط جميع عيوبه على الآخرين، هو منزه عن الخطأ، هو إله على هذه الأرض، ولهذا فهو لن يتغير أبدا ولو أنه يعدك. بعكس ذلك، ولكن اعلمي أن هذا هو نوع من التلاعب النرجسي حتى تقع في المسيرة من جديد، ولكي يعيدك لدائرة الاستغلال النرجسي التي لا تنتهي. ولكن بطبيعة الحال فعمرك يمضي وأنت تتقدمين في السن، وبطبيعة الحال فسوف يأتي يوم لن تستطيع فيه الرجوع للوراء، لأنه بكل بساطة سوف يكون الأوان قد فات. لا أريدك يا أختي العزيزة أن تصلي لهذه المرحلة، وهذا هو هدفي من هذا
الفيديو. الآن أريدك أن تنتبهي جيدا، لأنني سوف أجيب عن هذا السؤال: هل أسامح النرجسية كوتش نعمان؟ جوابي هو لا وألف لا. لماذا؟ لأنني سوف أكشف عن سؤال وحيد أنا متأكد أن النرجسي لن يستطيع أن يحققه. أتعلمين ما هو يا أختي العزيزة؟ هذا السؤال هو: هل سوف يرحمك؟ هل النرجسي عندما تعودين إليه سوف يسامحك لأنك قد فكرت في الانفصال؟ الجواب هو لا. عندما يعود النرجسي فهو يعود لكي ينتقم منك، يعود لكي يدمرك، يعود لكي يتمم مهمته. أتعلمين ما هي هذه المهمة؟ إنها تدميرك للأبد. هذا هو هدف النرجسي، وإذا اقتنعت بهذه الفكرة فأنت سوف تهربين، لن تنظري للوراء، سوف تقطعين الاتصال نهائيا مع هذا الشيطان. النرجسي شيطان في صورة إنسان، خصوصا إذا كان نرجسيا خفيا أو نرجسيا سيكوباتيا. عليك أن تقتنعي بهذه الفكرة يا أختي العزيزة. ولكن أنت بما أنك متعاطفة، بما أنك طيبة، فأنت محتاجة لهذا الفيديو حتى يوقظك. ولهذا فأنا أصرخ، لهذا فأنا أعاتبك إذا سمحت النرجسي، لأنني أحبك في الله. أنت تنساقين وراء العواطف، ولكن مع النرجسي عليك أن تغيب العواطف، عليك أن تستعملي العقل. وهذا هو هدفي من هذه الرسالة في هذا الفيديو. وهذا الصوت الذي تسمعينه، صوت سيارة الإسعاف، هو صافرة إنذار لك حتى لا تسامحي النرجسي. أعرف أنك سامحتيه لمرات ومرات، وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هي دمار متواصل، عذاب لا ينتهي. حان الأوان لكي تقطعي مع هذه المسيرة، مسيرة الذل، العذاب، الظلم. حان الأوان لكي تستيقظي. النرجسي لن يرحمك يا أختي العزيزة، ولهذا فلا تسامحيه. أختي العزيزة، هذا الفيديو أريد أن يكون صافرة إنذار، أريد أن يكون تنبيها لك حتى تستيقظي من هذا السبات العميق الذي كلفك أعواما وأعوام. ولكن إذا بقيت في هذا السبات فهذا سوف يكلفك حياتك، وهذا ما لا أريده. أريدك أن تستيقظي، أريدك أن تثوري على هذا الوضع، أريدك أن تعيشي من جديد يا أختي العزيزة. اعلمي أن بعد الظلم فهناك عدالة، اعلمي أن بعد الظلام هناك نور، اعلمي أن بعد الحياة مع النرجسي هناك استقلالية، هناك حياة جميلة تنتظرك. بعد هذا النفق المظلم هناك بصيص نور. أريدك أن تعانقي هذا النور، أريدك أن تعانقي الحرية. إذا أعجبكم هذا الفيديو الخاص المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف. أيضا هناك رابط واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: كم مرة سامحت النرجسي؟ هل مرة، مرتين، أم عدة مرات؟ وماذا كانت النتيجة؟ أجيبيني الآن وفورا أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة
هي منبر ضحايا النرجسيين، موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم. وكالعادة أحبائي، كونوا سعداء.